شوق وغرام حب واهتمام حلوة الحياة بالحب تصير مليانة خير وأمنيات نهوى بجنون غير الظنون مهما يكون حب ونشوف بكل ظروف حلوة الحياة حب البعيد يوصلنا لأجمل عالم ياخذنا من نشوف اللي حبنا ونعيش وياه خلي الشوق يذوبنا طول الليالي سهرنا شقد ما راح يعذبنا لا ما ننسى بالحب تذوب وتنبض حنين نرس النجوم جو الغيوم والحب يدوب روح البعيد بس من جديد يهزنا الحنين شقد الدنيا تأذينا لكن نعشق تلقينا عشنا بلهفة وضحينا ويا النهوى قلب الطيب كل عمره أجمل واقع ينتظر ورد ونشتم من عطره وش ما شفنا أمان لهفة وحنان الحب يعيش بكل مكان وبكل زمان نعوض بيش يملينا طيب غالي وحبيب يبقى قريب ويا نريد نرحل بعيد يما نعيش حب البعيد وصلنا نجم العالم ياخذنا من نشوف اللي حبنا ونعيش وياه خلي الشوق يذوبنا طول الليالي سهرنا شقد ما راح يعذبنا لا ما ننسى انتظري وشوفي بس هو فرحان بناي اذا ما ضرب ابوري انا مو علاء وليش ده ضرب ابوري خطيبها ما يقبل ما يريدها تشتغل هاي مخطوبه طبعا خطيبها صديقي يصير اخو مرت ابوها واحد طاق واموره كل الزينه انت ليش تكذب شو وقت تبطل من هاي السوالف لا ترى دحكي جديات شنو دا تكذب ليش دا تكذب بس هي حتى ملابسها حلقه خطبها من ابوها على طول يطبون ويطلعون سوا ذاك اليوم اجوا الكليه طلعوا سوا هلا بحسك انت وين كنت ما تحكي من البدايه سراء رايحة واقفة سراء رايحة سراء واقفة زري خبلة أريد أبشر العاشق الولهان أريد أشوف إيش راح يقول عيب سراء ما يصير البنية ما قالت وهذا علاء أكيد يكذب لا ما يكذب ما عنده مصلحة ليش ده يكذب أطلعي أنت من عندها وأكيد غياث راح يعرف إذا مو من عندش من غيرش فماك داعي تحرقيها وغياث مهما حشيتي ما راح ينطبيها بس أريد أشوف إيش راح يقول ليش كان يبيعني على مود وحدة كذابة زياد بطيء وهو ينظر انا لي شغل ينظر بس هو احسن ابو سينغراف بالكليه يا ابو شغله يخبر ضلعي لا تغفل على الولد قال لك بس تخلصون شغل اصمم انتظر شويه خلينا نكمل قراءات واذا ما سوى شيء احكي عادي مرحبا
هلا سراوي تعاي. لا أريد أروح، بس جيت أهني الأخ بخطوبة ناي. إي بس حبيت أقول لك حتى ما تنصدم وتروح زايد، خايفة عليك. سورة ماكو داعي لهالكلام هسه. ممكن تغادرين، عندنا شغل. خطية مصدوم حقك. يلا باي باي. هاي تحكي صدق؟ عوف السالفة هسه بعدين أفهمك. هاي تحكي صدق لو مو صدق جاوبني. خطوبة مبدئية بس. لك أنت ليش دافع عنها؟ أنا أعرف شغله وياها. غياب خلي أفهمك بس لحظة. عوفني بخلت. شباب شكوا. بس عوفني. وقف. وقف شباب. لك هاي شبيك؟ أنت ليش قبل؟ وأنا أعرف الموضوع كله. مخلد مالك شغلة. أنا أريد أفهم منها. أقول لك ماكو داعي، أنا أعرف كل شيء. يعني الموضوع صدق؟ لا مو صدق، بس هاي السخيفة سورة تحاول تحرقها على نار. لك أوقف ليش أنت عربانة؟ دعوفة مخلد، أنا اللي أفتهم من يمها. لك لا تتهور اهدأ. دعوفة دعوفة هو خبل. أقول لك ضلعي. يا صدق مخطوبة؟ ضلعي راح تصير بالكراسي. رياض. واحد بالشارع يتهجم علي، لك لو ما خاف من الفصل كان سحلته. لا سأل شبيك؟ شغله والله جاب لك اياه على الحلق. خرب له وجهه، شبيك جبان؟ لك انا مو جبان، بس انا طالب جاي ادرس مو جاي اتعارك. بعدين الشغله صارت بالكليه ودكتور سعد اصلا ما يحبني. هسه ايش رايد علاء؟ قول لي ايش رايد؟ تريدني اطيح لك حظه اكسره؟ ما عندي مانع. راح تبين انا دافعك عليه. هو أصلاً رايد لا يزل علي حتى يحرقني بالقسم. هاي شبيك علاء؟ شبيك ترى حيرتني؟ إيش رايد بالضبط؟ شو تريدني؟ أروح أقول له تعال أنا آسف أعتذر منه؟ ترى ناي اللي رزلتك مو أنا. شبيك؟ قاعدين دا نتناقش حتى نشوف إيش راح نسوي. هذا مأذيك ومأذيني. أنا باكر أقدر أروح أرتكب عليه بالقسم وأطيح حظه. أنت إيش تقدر تسوي؟ هم أنت جماعتك يضربونه؟ راح تصير هوسة. وراح ناي تعرف بالموضوع وراح تحرقك يم غياث ويم ابوها. فعلا لازم اركز زين. تعرف علاء، انا اعرفك انت فد واحد غبي، بس اول مره تحكي صح. هاي اللي هو اني؟ لك بابا لو ما اني انت تضيع. اهدى اخي ارجوك خليك ريلاكس. اولا انا مترزل وانت مسحول، بعدين بشرفك واحد مثل هذا غياث يلعب بينا هالشكل؟ هو فد واحد طرطور. هذا لازم ينقتل، بس مو هسه. خلينا نأجل الموضوع لان تمر الامور بسلام، وراها نقتله قتله بحيث يتأدب. ماشي. اقول لك جماعتك وين؟ شو ماكو يا معود؟ السوق واقف. لو حضرتك ملتهي بالمسرحيه. والله المسرحيه ماخذه كل وقتي. لك بابا انت مصدق نفسك مخرج؟ لك انت اصلا هاي شبيكم مخرج مالك لوات، انت بحياتك قارئ كتاب؟ وبعدين تعال اقول لك، انا شايف المخرج لبسه حلو، شكله حلو، مرتب. انت مبين شكلك مال واحد قفاص، ليش تضيع بالمسرح؟ ما شفتن هاي؟ لا ما شفناها. شكو؟ قلت لك ما عليك فيه، وقلت لك لا تتصل. انت شو تريد مني؟ يا اخي ما اطيقك، انت ما عندك كرامه؟ عيب عليك، حس على نفسك. ترى عيب عليك هذا الكلام ناي. انا شو مسوي؟ ادري، ما يصير اخابرج؟ لا ما يصير. انت لزقه؟ كافي عاد انسى. اني اروح لابوك واتفاهم وياه، الظاهر انتي مو مال تفاهم. خليك رجال واحكي وياي، مو مثل الاطفال كل ما احكي وياك تروح على بابا. واذا بيك حظ سويها وشوف وش راح اسوي. Thank you.
يعني هسه شنو؟ يعني شنو؟ الله صد بعد اخوك. اجل اخ لا تحكي، خليني انا احكي بها. ما خليك اتصل بناي، جاي اتصل عليها مترد. ممكن تهدأ؟ ممكن تتصل بلا لغوة؟ اتصل، بس انت غير تفهم الفيلم اول مرة؟ ليش تسوي مشكلة على شيء تافه؟ بلكي يطلع كذب. حتى هاي سراء الا اسحلها سحل قدامي الكل بالساحة. غياث الموضوع طويل، بس ناي ما كذبت عليك. بالليل افهمك، انا اعرف كل شيء. ناي تحبك. لا وقافل عليك، مو بس تحبك. ما خليك شنو شايفنا غبي؟ شنو تحبني وشنو مخطوبة؟ ما مخطوبة، ماكو شيء رسمي. اتفاق بين الولد وبين ابوها، هي مو موافقة. حلو هذا الفيلم، عجبني. وعيب عليك اللي قلتيه بالتليفون، ترى انا مو طرطور ولا كاتل نفسي عليك، انت منو؟ يلا ساعة ساساني كاتل نفسي عليك. بس اهدوا يا جماعة، خلينا نفهم شو السالفة، ايش بيكم؟ اساليها، مو انا رايح جاي، ترى عيب هذا الكلام. لا مو عيب، عيب عليك انت اللي تمشي وتثرثر هنا وهنا. إذا ما مخترعة، وين كنتي؟ لو هسه تذكرتي، ثم احنا مخطوبين، ليش مو مخطوبين؟ مخطوبين؟ خاف خطبتني واني ما ادري. هي حكاية وقلت لك افكر، ما قلت لك موافقة. ناي ما له داعي هذا الحكي هسه، ممكن تهدون وتقعدون لنفتهم شنو السالفة؟ المهم تطلع رافد غلطان. ثم إذا ما عندك علاقة، ليش خايفة؟ مو تقولين أصدقائي وأخوتي. وأنت إيش دخلك؟ شو عليك بيه؟ عندي علاقة ما عندي علاقة، بابا موجود هو اللي حاسبني، أنت ما تتدخل بيه. أنا لحد هسه محترمتك على مود إيناس، لأن أنت أخوها، ولا كان لي تصرف ثاني وياك. بعيني. هسه أنا مالي علاقة مو؟ يصير خير. أنا بعد ما أرد أشوف خلقتك، هذا الحقير يوميا حارق أعصابي. هسه غير تهدى على كيفك، اهدئي واحكي لي شنو قصدك. أريد أحرقه هو وأخته. خاله أقول له لا تتصل ويتصل، وفوقها شنو؟ يقول لي أي شيء تحكيه راح أروح أقول له لأبوك يهددني، وأبوي الله يسلمه ما يصدق يسمع له سالفة، أهم شيء عنده إيناس وأخوها. غير تهدى، ما عليك، فؤاد يمي فؤاد، أنت ما عليك، ما حد يقدر يتدخل وياك بأي موضوع. ما دام أنا موجود، أنا خالص شنو؟ أنت بمثابة بنتي. خال أختي نقت، ما عندهم غير هذا الموضوع. ترى هم كلهم هم يكوشون على اللي عند بابا، هذا التافه ما يهمه شيء. كلهم ما يتزوجني حتى يكوش على اللي عندي وعند أبويا، وأبويا همين الله يسلمه، عنده إيناس صح والكل غلط. بيني وبينك أنا مصاريني قام تقرقر، جعت يعني. قومي خلينا نسوي غدا، قومي، بس الهدوء على كيفك يا بابا. واليوم لعلمك، اليوم لعلمك أغلبك مو مثل كل مرة تغلبيني. قومي خلينا نسوي غدا. يا رب عليك. ممكن تهدأ؟ دعوف التليفون وعوف كل شيء. غياث أنا أحلف لك ماكو شيء. هاي الصورة تريد ترتكب عليها. أنت مو تقول في عينك هيك شيء؟ لعد ليش ما قالت؟ هسا أنت تتصور أنا خليك ترتبط بيها وهي مرتبطة؟ كان أنا أول واحد وقفت بوجهك، هاي شبيك؟ ألو شباب. ألو علاء. غياث ممكن نحكي بخصوص الشغل؟ لأن بصراحة شغلك دا يأخرني. علاء ممكن تروح من وجهي لأن مالي خلقك؟ بعدين ولا لا ما اسمح لك تحكي بهالطريقه. لك انت لا ما تنكتم مجوز روح من قدامي. اوف يا اخي قد سخيف لك علاء، اطلع منا، روح مو وقتك. بسيط لا اعلمك ولا لك انا اعلمك شله ماستر سريه. لك والله لو ما رشاد كان سحلتك هنا سحل بسيطه. تافه اللي نفصل لهم اليوم. علاء اعقل، انت لحيت قلت لك عوفهم. هو انا ايش قلت؟ هو ادبسس. هسه اروح الدكتور سعد واخليه يفصله، واذا ما فصل اقلب الدنيا. دكتور سعد شعلي انت متعاق داخل الكليه. كان ينسحب. يستاهل حتى لا يهمل مره ثانيه. شو اسوي؟ اجى بوقته وانا هم فرغت كل اللي بقلبي. يلا لعد اتصل بنايف وحاول تهدى وتحكي وياها مثل الاوادم. مثل الاوادم؟ ليش انت شايفني؟ لا ما يقصد شيء. انت شنو صاير حاجوز؟ ليش ما صلخت بوكس؟ ضلعي انا مال عركات ما بيه حيل، وبعدين الولد خطيه صاير مهزله ولا هو تافه. لا هو خوش ولد بس صاير يحب الرجاله. جاوب لا تصير سخيف، عيب هالحركات، واحكيها بصراحه. ما اريد اجاوب. لا تجاوب. هلا وناي.
متصل بي صوري التليفون كان سايلنت وما انتبهت لان كلش ضايجه. خير صاير؟ هيك شغله شوي مضوجتني. باكر راح احكي لك عنها. الله ابتلاني بناس وسخه حشاك. خطيبك؟ نعم. خطيبي منو؟ انت مو مخطوبه لو انا غلطان؟ لا طبعا. بس قول اكو واحد لزقه وما عنده اي كرامه اقول لك ايه. انا بس اريد افهم انت ليش ما قلتي لي؟ هو شكو حتى اقول لك؟ اكو سالفه مخلد يعرف بيها. مو خطيبي ولا يحلم بيوم يكون خطيبي. واحد تافه لازق البابا وده يحاول بأي طريقة يتقرب مني. الأفضل أشوفك وفهمك. أوكي راح أنتظرش باكر تحكي لي كل التفاصيل لأن أنا كلش ضايج. تمام باي. هسا انت ايش عليك بي؟ شنو ايش علي؟ اريد رشا واريد كاترين وما يقبل يخلي احد يشتغل وياي. انا دخلني بالموضوع، انا اشتغل وياهم؟ تفضلي. يا هو اللي اريده يشتغل وياه. اريد يسقطنا باي طريقه لان يدري كل الزين اللجنه راح تختارني الي. ايش تختارك؟ انت ناس بعدك ما مختار، ويوميا جايب لنا شكل وكل شوي مغير ممثلين. لازم دخل يجي دكتور سعد وانا اعلمه. اهدأ ابني، استرخي، انت رايح عليهم ومستفزهم، يعني لا دكتور سعد ولا غير ممكن يحل الموضوع، الشغله صارت برا الكليه. بعدين انت ما لقيت غير هذا اليوم تروح تحكي وياه؟ شبيك صافن؟ ما اعرف، تعبان. جديات كلش تعبان. ما اعرف شنو اسوي ويا هاي ناي. يا اخي احبها. جديات احبها. شايف هاي مصايبي وطلايبي كلها بسببها. تحبها؟ تغير طبعا بفلوس ابوها. لا تكذب علي يعني هم؟ انت مو همك، همك بس تفكر بالفلوس. ها وانت خير. بس انا ما قلت لك لا خير ولا شريف. انا هم واحد مثلك قفاص 56 بس احبها. ما اعرف شنو رحمت. بس ترى هي تكرهك. لك اي كانت كلش ترتاح لي وكنا نطلع اني وابوها وايناس. ما ادري منين طلع لي هذا ودمر حياتي. لك انت اثول؟ هي مال حب؟ ركز. المهم ابوها راضي عليك وانت جاي تمشي شغله براسك. ولا تكرف فلوس. لك بابا الفلوس مو كل شيء، افهم. دير بالك اسمعك تحكي هاي الحكايه قدامي مره ثانيه. لا الفلوس كل شيء. انت ما تسوى دينار بدون فلوسك. اهدأ وركز. تخلص كليه وتقابلك. هي هاي السنه والسنه اللي وراها نتخرج وكل من يطفر لاهله. كون نفسك وانسى موضوع الحب. لك انا عبالي ادمي وجاي اسولف وياك. بس طلعت كل شيء ما تفتهم. وين الاحساس؟ وين الانسانيه؟ وين فلوس السيارة اللي بعناها ذاك الأسبوع؟ لا نرجع نسولف بموضوع الحب أحسن. تفضل بابا. صاير بينك وبين رافد اليوم؟ ما صار شيء، خابرني وقلت له لا تخابر بعد. غلط عليك لو شنو؟ لأن قال بهدلتني. أنا قالت له لا يخابرني وقالت له لا يتدخل بحياتي وهو يعرف بي أكرها ليش يستفزني؟ بس مثل ما تعرفين الرجل خطبك مني وأنا وافقت. مع احترامي لك بابا بس أنا ما موافقة وبلغتك بهذا الشيء. أنا ما أريده وما أريد أسوي مشاكل. أنا ما فاهم إيش بيه رافد. ولد شاطر ومؤدب وحالته ممتازة يعني منا وبينا. لا مؤدب ولا محترم وأي شيء يجي من إناس ما أريده أنا أكرهها وأكره أخوها. عيب عيب هذا الكلام. لا تنسين إناس زوجتي. على راسي بابا بس أنا ما مفروض علي أحبها. حاولت وياها أكثر من مرة ما صار آدمية وأنا قلت لك هذا أخوها ما أطيقه. عموما هاي مشكلتك ومرة ثانية ما أسمح لك تطولين لسانك على الولد. افتهمتي لو لا؟ انت ما تستقر وما تريد ترتبط اصلا. انا ما اريد ارتبط؟ معقوله؟ هاي منو كلج؟ على القليله اتعرف على بابا. شنو المناسبه؟ انا لحد هسه طالب، شو اروح اسوي كذب على الرجال مثلا؟ ما حد قال لك جيب ملايينك وتعال، اتعرف عليه ونعتبرها خطبه مبدئيه، بس انت تريد تبقى تشمر منا ومنا. اوه ايش بيك اليوم؟ شو دق اتهامات؟ انا ما اتهمتك ابدا، انت اصلا مو جاد. يعني شنو مو جاد؟ يمه غير رتب وضعنا من نتخرج، ايش راح نسوي؟ ايش نشتغل؟ هسه مستحيل اقدر اسوي شيء، غير اذا اقول لابوي انطيني فلوس اريد اتزوج ينتحر. اهدي، بعد وقت مو مال زواج هسه، انت ايش بيش مستعجله؟
حقك بس شو تريد اقول لك؟ اقول لك مخطوبه واني ما مقتنعه؟ انا بنفسي اتعامل ويا هذا التافه على اساس انه هو واحد نكره. شلون تريد اجي اقول لك مخطوبه له؟ يحلم. بس الولد معتبرها خطبه، يعني اكو مشكله بالطريق. المشكله مو بالطريق، المشكله موجوده غياث واني دعاني منها بشكل يومي. وهذا ارزل بيه ما يفيد جلده ثخين. بعدين انت من اللي قال لك؟ سرى. يعني اكو غير سرى؟ بعدين يلا عرفت على دافعها حتى تسوي مشكله. توقعت، بسيطه سرى. يعني انا دافع لها وهي تحفر ورايا؟ ولا يهمك. المهم انت ما متفائله بالموضوع. طبعا لا، وثق انا بس كنت منتظره السالفه تنحسم وراح اجي احكي لك. بس لو حاجه من البدايه احسن. انت ما تعرفين البارحه بالليل اللي صار بيها. اقتنقت. ردت اطق. وعلى شنو؟ انت مو تعرف بيها تكرهني، شلون تصدق بيها؟ ناي، صدقيني المعلومه مزعجه. بصراحه مخلد هواي دافع عنك. وحاول يهديني. مخلد رجال ويعرفني كل زين، وبصراحة أنا معتبرته مثل أخويا وأحكي له كل شيء. يا شان خالتك مثلاً؟ لك أنت إذا أقول لك غير تقلب الدنيا، معلومة ما بها حظ قلبت وجهك علي، ومن الناقلها سرى. أنت أصلاً شلون تصدق سرى ممكن تقل عني شيء زين؟ فكر لمن خالت دماغك. ما أريده يتلف، خليته أبيض. على فكرة، لا عبالي كان مصدق بهذا الحكي تحكيه. لازم أتأكد بنفسي. أتأكد. شفتي؟ قاعد وياها ويضحك ولا اهتم. أكيد قالت له ماكو هيك شيء. نسيتي شو عليك؟ شكو شال على قلبك دك في دعوفي؟ بسيطة ناي، إذا ما حركتك أنا مو سرى. أكيد قالت له ماكو هيك شيء، بسيطة بعيني. إذا ما جبت صورها وياها وحرقتها بيناتهم وعلقتها وخليتهم يتعاركون ما أطلع أني. كافي عيب سرى. انت عمرك ما عشت هاي السوالف. تخبلت انت؟ وانت غير ظليت قاعد، ولا عبالك تعرفني ولا عبالك صديقك، ليش؟ طلعي يعني شو اسوي لك؟ انت استفزيتهم، تحارشت فيهم، قلت لك روح روح، انت قفلت وبقيت. المهم هسه سويت على نص المسرحيه. رجعت على نص دكتوره ميسره، دا احاول اقنعها تقبل التعديلات. زين لعد، انا اروح عندي قراءه. هلا علاء. هلا سرى. سويت ويا ميسره؟ قالت خل اقرا وذاعتها وقت تراجع النص. اوكي استعجل. اقول لك انت تعرف خطيب ناي؟ رافض؟ اي صديقي. حلو. تعرف رقمه؟ اريدك بخدمه. انت مو تكره غياث؟ لا اخاف احبه، وهذا منين ينحب؟ حلو. اذا صدق تريد تتاذيه راح ادز لك صور وتدزها لي. هو اسمه رافض مو؟ ايه بس شنو هالصور؟ صورتهم أكثر من مرة هو وناي، أريد أحرقها يمه. تتصور هو يقدر يأذيها؟ دا أقول ليش خطيبها، يعني دا شاف الصور يتخبل. لك عاش، هو هذا اللي أريده. راح أدز لك صور حتى تحولي لهيا. يلا افتح تليفونك. ماكو شي رسمي بس أكو اتفاق، أكيد ما راح يصير. وأنا الولد أصلاً ما حاكي وياه ولا شايفته. وبعدين هاي السالفة يعني كلها مجرد حكي. بس أكو اتفاق؟ بعد ايش عندك وياي؟ ليش ما قلت لي من البدايه؟ اقول لك؟ شو اقول لك مثلا؟ انت تسمع مني؟ انت تاخذ راسي الحكايه وتقلبها. اني احب الانسان الواضح من البدايه. من قلت لك اني ناوي على ارتباط قولي لي، ليش ضامتها وانت مرتبطه؟ انت ليش متناقض؟ من حكيت لي على ناي بوقتها انطيتها كل الحق، ومن حكيت علي ما انطيتني الحق، فهمني. انت بس تريد حجه على مود تخلص مني مو؟ الوضع مختلف. وغياث مو اني، هو حر يقبل يرفض. بس البنيه رافضه وقايله لابوها ما اتزوج رافض لو ايش ما صار. انت اصلا ما حكي بالموضوع، واكيد ابوك متصورك انت موافقه لو انا غلطان. كاترين هذا الحكي من كم سنه؟ كنت بطول هاي شبيك مخلد؟ انت بس تريد حجي؟ كنت ما تعرف اقول ما يعرف بالسالفه، هسه عرفت. قول اريد اطفر، ليش مخليني قاعده اتوسل بيك؟ انا ما اريد اطفر، ولو اريد ما حد يمنعني. بس انت هسه بنفس الوقت بشبه مرتبطه. مو مرتبطه والله ما اعرف. اللي وضعك بعدين نسولف. دا اقول لك ما حد حاكي بالموضوع، انا اجي هسه افتح على نفسي باب واطب بنفسي بمشكله؟ هو هذا اللي تريده مخلد؟ انت ما تحبني.
ولك صدق تحكي؟ شنو مو وقتها هسه؟ هسه أنا أطير أتبخر مثلاً غير مقابل خلقتك وقاعد، وأبوك إيش عنده غير الطلايب؟ راح يسألني أبوك شنو؟ منو؟ وأنا أقول له صدق تعلق وراح يدخلنا بالسياسة، وأنا كل شي ما أعرف بالسياسة. من يقول هذا الكلام صح؟ وأنا سألت أبوي عن أبوك، رأساً لعبة نفسه وحكي عليه، أكيد أبوك نفس الشي، تعال حلها. شغلة صار لها 30 سنة واقفين عندها. ناس خليها هالشكل هسه إلى أن حلها، لو ينسون لو نشوف لنا حل. أني ما رديت أضوجك وأقول لك ليش ما أريد أشوف أبوك هسه. أني هذا الحكي ما يفيدني، وإذا راح تبقى معند ما راح تشوف وجهي بعد. كان تقفل حياتي، طينا مجال، خلينا نوصل للرابعة، وقبل لا نتخرج أني أجي أبوس راس أبوك حتى تزوجت، أقصد أتورط بيك. أني ورطة مو؟ أوكي راح أخذ تاكسي. شلون مصيبة؟ ترى دا عشاقة، شبيك يا معودة؟ شنو الموضوع؟ يا معودين عشا ماكو؟ ليش من عازمك؟ غير جاوي دوم عازيم، يعني ماكو داعي للعزيمة. أكو أكل بالمطبخ؟ واللي أكل؟ لا هذا الطرن وين؟ بتعارك ويا كاتي وطافي عد الكهرباء وأكيد رزلتي. ترى هسه أجي أخرب وجهك. قابل حكي شي غلط؟ دقوم سوي لنا عشا شبيك؟ تولي من وجهي مالي خلقك. عوفة روح انت تعشى. انت صدق ما تستاهلها، كاتت سوى راسك وانت واحد اثول. اني اثول؟ غير طالع عليك؟ بعدين يا غبي ليش انا يوميا متعارك وياها؟ احسن منها بالكلية، بس انتم ما تردون المؤدبة بالاوادم. ولك صاير خوش تحكي؟ مو قصة خوش، بس الاخ اليوم تشفص قابرتني كاتي تبكي. مخلد اذا ما تحبها قل لها ترى كاتي خوش بنية وما تستاهل. ايش بيك امير؟ ليش انت ما تعرفاني ايش قد احبها؟ بس اللي سويته مو صح. يمكن اللي قاله صح، انا اعرف المخلد يقفل ايه، بس ترى حقه كاتي. شنو حقه حسون؟ هو شنو اللي صار؟ يعني قصة مر عليها سنين ما حد فتحها، وانتي تعرفين اني ما اقدر افتح الموضوع يا بابا حتى ما يتذكره. نتخرج ويجي مخلد ما حد راح يقول له لا. هو خايف من مسألة الديانة، يقول خاف يرفضون. هذا ما ادري بيه، لان هنا بالبيت ما حد يحكي بهذا الموضوع، واصلا بابا ما يقبل نحكي بهذا شيء نهائيا، الا اذا الموضوع مسه او كان طرف بيه يقبله او يرفضه، ما أدري. وما أقدر أقول لك شلون يفكر. ابن أنت ليش مستعجل؟ عيش حياتك، أنت ليش ماخذ كل شيء جديات؟ يعني شو تريد أضحك على بنات الناس؟ بيا قانون بيا شرع يصير هذا الحكي؟ أنت منو قال أضحك عليها؟ قصد أمير أنه بعد وقت لهذا الكلام، أنت حالياً مرحلة ثالثة، يعني بعد قدامك السنة والسنة الجاية. غياث، يمكن أنت عندك الأمور سهلة وهذا طبيعي لو كنا مجرد زملاء، بس هي تعرف أنا أحبها وأنا أعرف هي تحبني، فالمفروض نكون واضحين ويا بعض. مخلد التواضع، بس كل صعب ومزمت، يعني وين راح تطير البنية؟ مثل ما قال غياث السنة الجاية واخطبها، أنت أصلاً نيتك زواج، يعني مدى تضحك عليها؟ وإذا مشينا هاي السنة والسنة الجاية ما صارت إيش راح أسوي؟ أنت ليش معقد؟ يعني شكو بيها قابل؟ ليش انت هسه وين تشوفها؟ مو بالكلية وقدام الناس؟ هسه لو طالعين بمكان عام هم كان قلنا ما يهم، بس كل لقاءاتكم بالكلية. انتم ما تفهموني، المسألة أكبر من مجرد علاقة. شلون مو بس أحبها، أنا أموت عليها، أريد أحافظ عليها وعلى سمعتها. تعرفين أني ما أطلع وياها برا حتى ما حد يشوفني وياها ويذب الحكاية، مو حلوة عليها. كنت متصور فاهم هذا الشيء حرص، لا تتصورني معقد. أنا مو معقد نايم، أنا متربي، ما تعلمت استهين بسمعة أحد أو أخدع أحد. أنا هالشكل، ما تعلمت أجرح أحد أو أضحك على أحد. هذا الشيء يسويني معقد؟ لك انت تخبل واحلى اخ بالدنيا، وكاتي تحبك والله تحبك، بس هي كانت تتصور من حكت وياك راح تفهمها.
بس انت قفلت او الخلد انت شويه مزودها. اهدأ وفكر زين، البنيه تحبك وتثق بيك، واذا الله كتب تتزوجون راح تتزوجون. وحتى اذا ما صارت ترى كل الطلاب بالكليه تصير بيناتهم علاقات حب، هاي مرحله بناء، الموضوع طبيعي. يعني ما اقترفت في الجريمه حضرتك. خل تحسم وضعها بعدين نسولف. هو هذا المخرج نفسه اللي اسمه غياث؟ ايه لازق لها 24 ساعة، يحبها الكلية كلها تعرف. وهي تحبه؟ يعني أنا ما أدري بس أكيد، ولا شعدها طاب بطالعة وياه يوميا. علاء لو متأكد لو تعتقد، تعرف إذا كلامك صحيح وروح الأبوية ناي تعلم توصل الكلية أحرق الدنيا على راسك. شوف هو أنا ما متأكد بس الطلاب يقولون تحبه. رافد دير بالك تقول لحد أنا اللي انطيتك الصور، ترى هذا غياث يدور مشاكل وأنا ما بيه حيل. قل لي عندك تليفون هذا غياث؟ شبيك شكو ايش صاير؟ هاي الحقيرة اللي لبست طلعت تحب واحد وياها بالكلية. ناي؟ اكو غيرها؟ طبعا ناي، صديقتك المحترمة. ومن لك هذا الحكي انت؟ ياهو اللي اجى قرب راسك وصدقته. غير الكلية كنت تعرف بعلاقتها ويا واحد اسمه غياث، وهاي الصور عندي. يا صور. تفضلي. هات شوفي. تفضلي. اي وين المشكلة؟ ترى زميلها وتقعد وياه، يعني ما سوت جريمة. هاي ايش بيش اي ناس؟ شنو ما بيها شيء؟ شوفيها شلون مبتسمة وكامش ايدها، شنو الحكي هذا؟ ترى مو مهم هي ويا من تقعد، المهم منو اللي راح يتزوجها. بعدين تعال قل لي انت جاي تحبنا ولا جاي تتزوج؟ شنو الحكي ايناس؟ دا اقول لك تحبه يعني ما راح توافق. هاي الشغله مو يمها ولا بايدها، الشغله يم فؤاد والقرار هو اللي ياخذه. بعدين انت شو بدك للجامعه؟ رايح تدور مشاكل؟ هذا شنو الحكي؟ ادري الجامعة مال أبوها، رحت دا أشوف صديقة علاء وهمزيا رحت حتى أشوف إيش دا يصير. اسمعني كلش زين، هاي الصور تمسحها من تليفونك وللجامعة بعد ما توصل، وأي شيء تريد تسوي تبلغني بيه قبل ما تسوي. ما بعوفها، خليها تطلع وتروح وتجي وتحب بكيفها، من تصير زوجها ساعتها تقوم بتحاسبها. بعدين دير بالك تسوي مشكلة بينها وبين أبوها ترى تقلب الدنيا علينا، تاليها أنت الخسران. ما بعوفني في الموضوع يمي، خليني أمشي الأمور بكيفي. أنا أشوف نقرأ ونواصل قراءة حتى لو أسبوعين ثلاثة، المهم النص يرتكز. بهالحالة نقدر نثبت ونحفظ بحيث نصعد للمسرح جاهزين. أنا ضد بالتمرين تشتغل إضافات لأن راح نسبب إرباط للشباب. أنا أتفق وياك لأن العام بعمل ضياء، بالعرض كنا كلش مرتبكين، لأن حتى قبل أسبوع من العرض وإحنا نغير. ها إيش بيك؟ هاك شوف، هاي صديقتك اللي تقول مو مخطوبين. هاك تفضل، هاي شو اسمها مو علاقة؟ كوما صورهم موحدهم. منو دزك يا من؟ ما أعرف رقم. لحد شكت شريف هذا دز الصور، أكيد هاي صورة. يا ربي هاي البنية إيش قد عدوانية. ومن يقول سراب؟ غير سوالفها؟ يعني شنو المشكلة؟ إذا حسب ما فهمت هو خمرت أبوها، طبيعي يطلعون. ها
هذا مو دليل غياث. أمير شنو مو دليل؟ هاك تفضل شوف، هاي مال وحدة تضوج منه مرتاحة وتضحك. بسيطة ناي ضحكين علي. لك ابني، إيه أنا قلت لك يحبها، بس عادي نفس الوقت قلت لك إنه هي فترة ويتخرجون وكل من يروح بدربه. بس بيني وبينك علاء، هذا البين بالصور كلش قافل عليها. أنا بس حبيت أوضح لك الصورة حتى لا بعدين تجيني تقول لي أحبها وتقلب ليها مسلسل كوري. هسه حيرتني، يعني شدوس؟ اهدأ وفكر بمصلحتك. أنا أريد أحرقه إيه، بس بنفس الوقت يعني ما أريدك تتهور. استوعبها، تقرب منها، تلوق. يا أخي هاي الكلاوات مالتك شبيك؟ ما أعرف، بس جديات هذا موضوع الصور كلش أداني. يعني هسه هذا شبيه أحسن مني حتى تحبناي. رافض بيناتنا الحكي، هو انت شنو اللي بيك الحب؟ ترى يقلبها خلقتك ليك شبيه شاب حلو وخبل، مو مثل هذا التافه غياط. ابني انت واحد اثول وكل اللي تعرفه تبيع سيارات، يعني واذا حبت عادي خليها براحتها فتره وهو رايح وانت باقي. هاي شبيك شايفني ديمقراطي مثلا؟ لك بابا انا فد واحد قافل وداعتك، وهذا الموضوع ما راح ينتهي الا اني انهي. لا تقعد تهمل علي، عفك من هاي السوالف. اكو اثنين بنات انا اعرفهن راح يجن علينا هسه بهذا المطعم، واحده الي وواحده الك. بس ها انت تعزمنا؟ لك هلا هلا بعلاء، هلا ابو الحب، بشرفي انت اكبر واحد تمساح وهاي شبيكم.